في قلب مدينة الجزائر التي أسست في القرن الثالث قبل الميلاد، تنقسم المعالم بين الطابع الإسلامي والأوروبي المعاصر. أما الطابع الأوروبي فهو من بصمات الاستعمار الفرنسي الذي مكث هنا لأكثر من قرن ونصف القرن. المدينة المصنفة من ضمن أكبر 100 مدينة في العالم من حيث عدد السكان، تستقبل يومياً مئات الزوار من خارج أسوارها وحدودها، يجتمعون لأخذ قسط من الراحة أحياناً داخل مقاهيها الشعبية المتناثرة في كل مكان. على ميدان بورسعيد في قلب العاصمة يطل معلمان تاريخيان شيدا تقريباً في نفس الفترة من الثمانينيات. أحدهما هو أول وأكبر مسرح وطني في البلاد، يجاوره مقهى طونطونفيل. فيه تخرج الصورة من شكلها العمراني الجامد إلى ترابط روحي يفيض بالأحاسيس التي تسحر أهل الثقافة والفنون. تسمية تاع طونطونفيل، أول صاحب مقهى في هنا في طونطونفيل سماها طونطونفيل على واحد المدينة صغيرة في فرنسا، من خلقته هي وسمها مقهى طونطونفيل. قلب العاصمة في هذاك الوقت هذا هو، في هذه هي لو سونتر فيل تاع قلب العاصمة. هنا كل هدايا يعيطوا له سكوار بروسون زمان، دوكا سكوار بورسعيد، هذا هو قلب العاصمة. دونك الناس كانت عايشة هنا في هذا المكان هذا، وهذا أشهر مقهى في الجزائر. طونطونفيل مقهى تاريخية، رمز من رموز المقاهي في الجزائر ككل، وأستطيع القول أنها أكبر مقهى في الجزائر في العاصمة. حتى ولو كان على كل حال في كل منطقة كاين مقهى للفنانين، ولكن اللي تشملهم كلهم هي طونطونفيل، المقهى في العاصمة. طبعا طونطونفيل غنية على التعبير، وماذا بينا نزيدولها لكل بلد نادي فنانين، ونادي الفن في الجزائر هي طونطونفيل. مرتادو هذا المقهى أغلبهم من نخبة الثقافة والفن، خاصة أهل المسرح، فهنا يستلهم هؤلاء الأفكار حتى من المحيط حولهم، قد تكون من تحركات نادي للنشيط يكد طوال النهار في معترك الحياة منتظرا راتبه آخر الشهر، أو من شيخ جالس إلى الطاولة يرتاح قليلا في انتظار النهوض مجددا والعودة إلى طابوره انتظار معاش التقاعد. كل ما في الأمر أن رشفة القهوة هنا لها مذاق ومعنى خاصان. حتى الهندسة ترمز إلى الأشياء الجميلة وقت اللي كان مسرح يعني، وهذا هو نحن. حتى شوف خاصة في الصور، تشوف الكبار تاع الصور، تشوف العظماء تاع المسرح، شوف هذا يعطيك روح جديدة إنك تستمر في هذا العمل وتبدع أكثر وأكثر. لأنه الشرط الأصل كي تدي شوية قهوة وتترشفها عندها ذوق واحد اخر، ماهوش الضغط تاع الاحساس، هذاك احساس كبير، احساس راقي جدا، احساس راقي جدا. ليست للمقهى التاريخية ذي الطابع المعماري الفرنسي المشيد منذ اكثر من 100 سنة دعائم اسمنتية فقط، فعلى جدرانه تتجلى دعائم من نوع اخر، انها اسماء خلدت اصالة الفن الجزائري والعربي والعالمي. كثير فنانين فقدناهم، يعني مسرحيين، هنا كان يقعد الحاج محمد العنقة، كان يقعد مصطفى كاتب اللي هو مدير ومسرحي كبير وكاتب، وهو كان مدير العام تاع المسرح، كان يقعد أحمد أقومي هنا، كان يقعد عمار بوشكي، أكبر فنانين مجموعين على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم اللي كانوا معروفين، يعني حتى كانوا شيوخ من وهران. الشيخ حماد أنا التقيته هنا في 67، يعني هذو الفنانين اللي كانوا يقعدوا هنا لقمة كبيرة، قمة الفنان هي خلت هذا المسرح عنده أسم كبير، خلت هذا المقهى عنده أسم كبير. أبى صاحب هذا المقهى أن يغير اسمه أو حتى عمرانه الهندسي، فالتاريخ بالنسبة له عندما يكتب لا يمكن إضافة أحرف إليها قد تخل بمعناه الأصيل المترسخ في ذاكرة من مر ويمر من هنا في فترة من الفترات.
من الفن الرابع إلى الفن السادس، ومن الطابع الأوروبي إلى البصمة الإسلامية في العمران، ندخل ونستكشف مقاهي القصبة العتيقة. داخل أقدم الأحياء الشعبية في مدينة الجزائر وأعراقها، تستدرجك أينما مشيت رائحة القهوة التقليدية الممزوجة بعطر الياسمين. هنا تقودك الرائحة إلى مقهى مالاكوف، أقدم المقاهي الشعبية المحتفظ بذاكرة فن الزمن الجميل. هي كلمة روسية، معركة في روسيا، فيه جنرال فرنسي وين ربح هذه المعركة، وين كان الاستعمار الفرنسي آنذاك حتى بباريس مثلا، فيه حي كبير معروف حي مالاكوف ومحطة مترو مالاكوف بباريس. هنا كان هذه الواجهة هي أول من نقدر نقول أول واجهة اللي وضعتها فرنسا لإخفاء القصبة أو الحي أو المدينة القديمة، فقاموا بوضع واجهة فرنسية بالأقواس في حالة مرور باخرة. لما ترى الواجهة تدرك بأن الواجهة هي تحت أو المدينة تحت سيطرة فرنسية. الجلوس داخل مقهى مالاكوف يجبرك لا إراديا على الرحيل بمخيلتك إلى زمن غابر ممزوج بمأساة حقبة الاستعمار الفرنسي، تارة وتارة أخرى بسماع أصوات تصدح داخل هذه القاعة الصغيرة، أصوات عمالقة الفن السادس بمختلف أشكاله، وعلى رأسها الفن الغنائي الشعبي الذي يراه كثيرون أسلوبا للتحاور الاجتماعي وفلسفة تنطوي على حكم كثيرة. حاج طاهر الفرقاني كان يجي لهنا، أحمد وهبي كان يجي لهنايا، بلاوي الهواري كان يجي لهنايا، عبد الكريم دالي كان يجي لهنايا، فنانين كبار في طبعة على الأندلس ولا الحوزي ولا المالوف، هادو كل كانوا يجيو لهنايا. لاحتراش هنا كيفاش يقولوا، واحد يقول لك الحوزي في تلمسان، المالوف في قسنطينة، وهنا العاصمة على بالك وشنو العاصمة؟ هي الصنعة، العاصمة تسمى يقولوا لها الصنعة. هنا يديو حوايج لي ما عندهمش يعني في النواحي. قصص المقاهي الشعبية في الجزائر لا تنتهي، فلكل منها حكاية وتاريخ وبصمة ممزوجة بالفن والأدب والغناء وحتى الثورات والانتفاضات. هي أقرب إلى نبض الشارع، مرتادوها يبحثون عن سكينة لدقائق في رحلة ارتشاف فنجان قهوة قد تخفف عنهم تعب اليوم الطويل وهمومه، وقد يصلح أن يطلق على من تجذبهم تسمية هواة المقاهي. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.